أصبحت الألعاب الإلكترونية واحدة من أكثر الأمور طلباً على مستوى العالم، لا سيما بعد إمكانية لعبها على الهواتف المحمولة الحديثة. وهناك تنافس حقيقي بين شركات الهواتف على إدراجها، ففي شركة أبل مثلاً هناك 425 ألف تطبيق، منها 100 ألف لعبة إلكترونية. هذا التنافس الكبير تم إعداده للسوق التي يدخلها محبو الألعاب الإلكترونية وتطبيقات آيفون، حققت فيها لعبة الطائر الغاضب أعلى نسبة متابعة. جمعية الاتصال والتكنولوجيا الألمانية بيتكوم قامت بعمل دراسة إحصائية، ووجدت أن هذا المجال آخذ بالنمو وسط تدافع وتزايد أعداد اللاعبين في مجال الإلكترونيات. وهناك أكثر من 10,000 عامل في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية هناك فقط. وإلى جانب ألمانيا، هناك في البلدان الأخرى تضخم هائل في نسبة لاعبي الألعاب الإلكترونية. وعلى موقع games.com يمكن معرفة العرض العالمي في المعرض السنوي لشركات صناعة الألعاب الإلكترونية في العالم، وهذا يدلل على حجم الإقبال الهائل على الألعاب الإلكترونية. العجيب هو أن نسبة الزيادة في الطلب على الألعاب الإلكترونية بلغت خلال العام المنصرم فقط 145%، وهي مرشحة للمزيد من التضاعف بسبب الدعاية الكبيرة للألعاب الإلكترونية. العجيب هو أن نسبة الزيادة في الطلب على الألعاب الإلكترونية بلغت خلال العام المنصرم فقط 145%، وهي مرشحة للمزيد من التضاعف بسبب الدعاية الكبيرة للألعاب الإلكترونية. العام 2011 كان صاحب الرقم القياسي في نسبة لاعبي العالم الافتراضي، والمختصون في قسم التصميم والسوفتوير ينتظرون نمواً أكبر في عام 2012.